هاتف آخرين كسكت ريال نزل خير شرطين هذا شاعر البال عنكم مشي على حين يا ولا اشكال وجماع من صوت ولو مثل بخاله شاطة شرد السبوع غير عندك إلهالة تعالى تجبر للجموع خير للملوك بذوق صرع للصاشر للعنبالة لا 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 سوداد لحاتي نار لحاتي رب تقاد نهاري قد عبرنتي رب تقاد نهاري قد عبرنتي
أبنت خادم أريق أكنا من قبلهم قد خلت غرم رسالاتي رقنا بما صنعت بك الديار وأقول لك دائما صنعت تلك الدويراتي أقول لله ما صنعت تلك الدويراتي مضى النبي وكل ما دام بنبي لقنا بما صنعت بك الديار وقلت لله ما صنعت تلك الدويرات وقل لله ما صنعت تلك الدويرات مضى النبي وكل بعده جدد ثم الصلاة على خير وراء شرفا نبينا من دنا لأجل الصلاة لا إله إلا الله I'm going to go to the hospital.
Thank you.
أرجع باللي ما قدرت أطلع خداعنا يا 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 أنا غصمان كاسات خمرين أنا غصمان كاسات خمرين وقد نجي بكر سليم الرباب وتندبي وقد نجي بكر سليم الرباب وتندبي وياك واسم العملية انني اقع على عامل زمن متكلم عار نمقى على عامل زمن متكلم عار على ابدابها من ثيابها اذا لبس سابق جسم المنعم واحفظ شرب عادي تقبل زغراء ودعت امام ودعت فلا تحسب انك وتحسب بالطار من ولكن بحاضر قد امونك بأسهمي فلما تلاقنا وجدت بنانا حتى تندع فيه وطاعدا فقلت خطبت القلب بعدها هكذا يكون جزاء المسامي مسيمي فقالت وألقت في الحشا داعش الهوى مقالت من بحب لم يترنم مقالت مقالت من بحب لم يترنم وجدت كما هذا خطابا وردت ولادك بالبستان والزور مسمين ولكنني لما وجدتك راحلا وقد كنت لي جندي وكفني ومعصمي بكيت دم يوم النوى فمسحت كيف احمرت بناني يا بناني بناني
وداعية العين كندية الحشاء وزاعية الأطهار قاية الزمن يا حكم لقمان وصورة يوسف ومنطق داود ومنطق داود داود وليس ما أيام وانا عمران سلال أحزان يقوبنا حسرة آدمي ومنا فجاني أنني كنت نائما أعجل من فقد الكرى بالتنسم أجل لك تورطى بقفن أيكة النار ردت مبكى مبكى بحسي ترن فذوق بك بكيت صبابة استعدات في سنة قبل التنزم ولكن بكت قبلي هي جيت بكى بكى فهذا قلت الفضل المتقدم Thank you.
يا أصحابها يا لوان نقلم بيت حكم الدندان يا أصحابها يا لوان نقلم بيت حكم الدندان وفيهم وادي قفان وتقلي وميدي دار فقد فري النقران انسحبوا قريب الابصار حمر دم البيض نيسان والواد مسوي خلاص بلعوا الناس انسان ليه ويستخلق لا تفلاك هاي بطريق اليوم غدان تخلقات اثنوك الشمطار اشد الماء والاجلام ليه انسمت الاخبار لا احد يسمع من البيت ولو انت والله طيار تجيب يساري فارس والرشيد والشريم الله من صارت الناس قالوا احتاج من عيز ابنك شرناك رجبنا معك ان كل وقيت يششوك جبت حلفنا ليك معك قالوا احتاج اليادي يا ملوك وجاء تنتهو فرجع نحن ملوك جنان زايد على قد زينب على الدار انزا ويولي ما نعمى صاحب حرق إذا ما تمرى أنا زينب ويغفر لي فيها قال شك اللي دار عند المثني مريا صاد مريا إلى أن الله يسمح لي خفيف